والرأي عندي أن الأدب لا ينحصر في فن الشعر وفن النثر كما يرى الفرنسيون، كما أنه من الخطأ أن نفتح الباب لندخل في الأدب كل الكتابات في مختلف العلوم، كما ذهب العالم الألماني كارل روكلمان. وأرى أنه ينبغي أن ندخل في دائرة الأدب إلى جانب الشعر والنثر الفنيين أعمالا أخرى ثرية تتسم بالجمال والخيال وروعة التعبير وقوة التأثير، وتعد من عيون الآثار الفكرية في التاريخ والفلسفة والتصوف وعلم النفس والتربية، كأعمال أبي حامد الغزالي وابن سينا وإخوان الصفا والجبرتي والشافعي وأحمد زكي وغيره. وخلاصة القول إن الأدب يحد بأسلوبه لا بموضوعه. هذا عن مفهومي للأدب. أما عما يعنيه الأدب لي، فإن للأدب في نفسي مكانة سامية. يقول فيودور دوستويفسكي: إن الأدب شيء رفيع جدا، شيء عميق، شيء يقوي قلوب الناس ويغذي عقولها. إن حبي للأدب جعلني أصرف النظر عن الالتحاق بكليات مرموقة ككلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الحقوق، ودفعني للالتحاق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لأتتلمذ على أيدي أساتذة وأدباء كبار كرشاد رشدي ويوسف خليف وشكري عياد وسهير القلموي. أما الكتابة فهي حياتي، وهي عندي كالغذاء وكالماء والهواء، كما أن الكتابة فعل باق لا يموت، وعمر الإنسان قصير وتنتهي حياته على الأرض بموته، ولكن الكتاب رغم رحيلهم يبقون خالدين في كتاباتهم. وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المصريون القدماء منذ آلاف السنين، فحثوا أبناءهم على الإقبال على الكتابة. قال بعض حكمائهم: كن كاتبا وضع ذلك في قلبك، وبذلك ينكث اسمه. وينصح حكيم مصري آخر ابنه بأن يعمل بجد ليصير كاتبا، لأنه بذلك يقود جميع العالم. ويرى الحكيم الفرعوني خيتي أن لا شيء يفوق الكتب، وتأليف كتاب عند الكاتب مثلي عمل مجيد يبعث في النفس مشاعر نبيلة من الاعتزاز والغبطة لا تقاس به كنوز الأرض. يرى يوسف إدريس أن تؤلف كتابا أن يقتديه غريب في مدينة غريبة، أن يختلج قلبه لسطر يشبه حياته، ذلك مجد الكتابة. والكتابة كما ترى سيزون سونتاك فعل جميل، هي عمل شيء سيمنح متعة للآخرين. وهي على حق في قولها إن الكتابة فعل جميل،
إلا أن الكتابة لا تمنح المتعة وحدها، بل تمنح شيئا آخر أهم، وهو إفادة القارئين. كانت بدايتي الأدبية مع الشعر، وكان ذلك في المدرسة الثانوية. أما أولى قصص القصيرة فقد كتبتها في الجامعة، وتقدمت بها إلى مسابقة للقصة القصيرة نظمتها كلية الآداب بجامعة القاهرة. سأنتقل الآن للحديث عن أمر نادر وغريب في تجربة الأدبية لا يحدث مع أغلب الكتاب والشعراء، وهو كتابة جملة من أعمال الإبداعية باللغة الإنجليزية. يكتب الكتاب بلغاتهم، هكذا فعل الجاحظ وشكسبير وكمالة وغيرهم، ولكني أنا أكتب بلغتين، أكتب بالعربية والإنجليزية. كنت أكتب باللغة العربية وحدها حتى خرجت من مصر في أواخر السبعينيات، ثم بدأت منذ ذلك الحين أكتب إبداعاتي باللغة الإنجليزية. لا أستطيع أن أفسر لكم لماذا جاءت بعض كتاباتي الإبداعية باللغة الإنجليزية بينما جاء بعضها الآخر باللغة العربية. إن كتابة كاتب إبداعاته بلغة ثانية عملية نادرة كما ذكر، وقلة قليلة من الكتاب يفعلون ذلك، منهم من العرب جبران خليل جبران وسلوى حجازي وأهداف سويف، ومن الغربيين جوزيف كونراد وهو بولندي الأصل، وميلان كونديرا وهو من تشيكوسلوفاكيا، وتين تاوان إنج وهو ماليزي. وكتابة كاتب أعمال الإبداعية بلغة ثانية عملية فيها كثير من المشقة والعسر، فالكاتب الذي يكتب بلغة غير لغته الأم يواجه مشكلات جمع، منها المعاناة اللغوية، وأقصد بذلك التخبط في مستويات اللغة من رسمية وأدبية ودارجة، هذا فضلا عن المشكلات الثقافية، ومنها استخدام ألفاظ الألوان وغير ذلك. ولأني مصري عربي درست بمصر اللغة العربية وآدابها في مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه، فقد تسربت ثقافة العربية في كتابات الإنجليزية، وتبدى ذلك في استخدامي للعديد من المفاهيم والصور والألفاظ مثل الساقي والصوفي. وأذكر أن المترجمين الغربيين لم يدركوا معاني بعض الألفاظ التي وردت في بعض قصائدي مثل حورية والرباب، فلجأوا إلي لتفسيرها له. وثمة أمر جدير بأن أنبه إليه في كتابات الإنجليزية، وهو أنني منذ أن نشرت مجموعة القصصية Tales from the Arabian Sahara في لندن سنة 1900
1998 ولقي الكتاب ترحيبا من النقاد الإنجليز، رأيت أن من واجبي أن أركز جهودي في التعريف بالثقافة العربية، فكتبت مجموعة من الروايات والقصص والحكايات العربية والدواوين الشعرية باللغة الإنجليزية، ومنها ليلى and مجنون، Tales from the Land of the Pharaohs، Arabian Folk Tales، Arabian Comical Tales. وكل هذه الكتب التي كتبتها باللغة الإنجليزية منذ أواخر التسعينيات حتى الآن منشور في مطبعة الأمازون بأمريكا. وكثيرا ما كان الباحثون يسألونني لماذا كتبت قصصك ورواياتك كلها بالإنجليزية ولم تكتبها بالعربية، وهم محقون بالطبع في توجيه هذا السؤال إلي، فقد كتبت 7 روايات باللغة الإنجليزية وهي Thus Spoke the Prophet، The Eighth Voyage of Sinbad، The Seven Voyages of Sindbad، شهرزاد، كليوباترا، ليلى and مجنون، The Goddess of the Forest. وألفت 6 مجموعات من الحكايات الشعبية بالإنجليزية وهي Tales from 1001 Nights، Arabian Folk Tales، عارف خضيري Fairy Tales، Tales from the Land of the Pharaohs، Arabian Comical Tales. وكتبت مجموعة من القصص القصيرة بالإنجليزية، جمعتها ونشرتها في كتاب بعنوان The Departure and Other Short Stories. وكما ترون جاءت كل هذه الأعمال القصصية باللغة الإنجليزية ولم أكتبها باللغة العربية، وأعترف أنني لم أجد حتى الآن إجابة أرتضيها ردا على السؤال الذي وجهه إلي أولئك الباحثون. ويبدو أن الإبداع لغز غامض يخفى حتى على المبدع نفسه، فهو أشبه بالإلهام الذي يهبط على الكاتب فجأة في حال يفقد فيها وعيه، ومن ثم فهو لا يستطيع أن يتحكم في عملية الإبداع، وكأن للأعمال الإبداعية متلقيين 2 لا متلقيا واحدا كما يظن كثير من الناس. المتلقي الأول هو المبدع نفسه، والمتلقي الثاني هو القارئ. وسأنتقل الآن من حديثي عن قصصي ورواياتي الحديث عن دواوين الشعرية. نظمت ونشرت 22 ديوان شعر لي منذ 80s. كتبت 9 دواوين شعرية باللغة العربية وهي قصائد حب، الطائر الجوال، أحلام ربيعية، أحلام الطائر الجوال، التجوال في الموانئ البعيدة، أوراق الشجر،
فلامانكو أحلام صغيرة ليالي غرناطة. والجدير بالذكر أن ديواني قصائد حب يعد أول ديوان شعر عربي ينشر في ماليزيا، وقد تم نشره سنة 1983. ويعد ديواني أحلام ربيعية أول ديوان شعر عربي ينشر في سلطنة بروناي دار السلام، وقد نشر في سنة 1991. وإلى جانب هذه الدواوين الشعرية العربية كتبت 13 ديوانا شعريا باللغة الإنجليزية، وهذه الدواوين الشعرية الإنجليزية هي Trees Leaves، رباعيات of عارف خضيري، Abode of Peace، Love Poems of عارف خضيري، Divine Lake، Cherry Blossoms with the Beloved، The Chosen One، رباعيات in honor of the Prophet، The Flute and other prose poems، Song of Peace، Longing، River of Beauty، Poems of the Wandering Poet. وفي حديثي عن شعري لابد أن أقف عند تجربتين من تجارب الشعرية. التجربة الأولى تتمثل في ديواني Trees Leaves، فقد كتبت هذا الديوان أولاً باللغة الإنجليزية ونشر في لندن عام 1998، ثم كتبته باللغة العربية، فهذه خصيصة لهذا الديوان، وكتابة شاعر ديوان شعر له باللغة الثانية أولا، ثم كتابته للديوان نفسه بلغته الأم ثانيا، تجربة من التجارب النادرة. والخصيصة الأخرى لهذا الديوان أنني كتبته بالإنجليزية في قالب الشعر الحر، لكني كتبته باللغة العربية في الشعر المنثور في شكل الهايكو الياباني في 3 أسطر، ونشرته في القاهرة سنة 1999 بعنوان أوراق الشجر. وثاني تجاربي الشعرية هي ديواني ليالي غرناطة. ليالي غرناطة ديوان هو ثمرة رحلة طويلة قمت بها لأكتب أشعاري عن الأندلس في ربوع الأندلس، وفي أثناء تجوالي في غرناطة وأشبيلية وقرطبة وغيرها من المدن الأندلسية التي تعبق بشذى الحضارة وتتنفس بعطر التاريخ. ويضم الديوان 15 قصيدة من القصائد العديدة التي نظمتها في تلك الرحلة التي امتدت من شهر مايو إلى أواخر شهر يونيو سنة 2012، ونشرت الديوان في مصر في عام 2014، ثم ترجمت الديوان إلى اللغة الإنجليزية.
وبعد أن فرغت من حديثي عن قصصي وأشعاري، سأنتقل للحديث عن الاتجاهات الروحية والصوفية في كتابات الإبداعية باللغة الإنجليزية. تناولت في دواوين الإنجليزية موضوع العشق الإلهي والتصوف، لكني لا أدري لماذا كانت هذه المشاعر الروحانية في دواوين الإنجليزية ولم ترد هذه المشاعر عينها في دواوين الشعرية العربية التسعة، باستثناء بضع قصائد في ديواني الأخير ليالي غرناط. كان تركيزي على الموضوعات الدينية في القصص النثرية التي كتبتها باللغة الإنجليزية بعنوان Tales of the Prophets، وكانت تلك القصص سلسلة أحاديث أسبوعية ألقيتها في برنامج إذاعي في سلطنة بروناي دار السلام في بداية التسعينيات، ثم جمعت تلك الأحاديث في كتاب ترجم إلى اللغتين العربية والملايوية. وإلى جانب قصص الأنبياء لي عمل آخر أعتز به، وهو رواية الإنجليزية Thus Spoke the Prophet. والرواية تحكي عن عزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الرحيل عن المدينة المنورة والتوجه لفتح مكة المكرمة. وقبل رحيله يقدم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وصايا لأهل المدينة ليستعينوا بها في حياتهم أثناء غيابه عنهم. وفي رحلته يسترجع النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكرياته الماضية. وقد كتبت الرواية بأسلوب شعري، كما حرصت على أن أعرض لفكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولآرائه في الحياة والجمال والحق والخير والعمل وغيره. وقد احتشدت كثيرا لتأليف هذه الرواية، وقرأت كل ما وقع تحت يدي من مصادر في السيرة والتاريخ والحديث النبوي، وطالعت كل ما عثرت عليه من روايات ألفت حول النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها رواية محمد رسول الحرية لعبد الرحمن الشرقاوي، ورواية محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه لعبد الحميد جودة السحار، ورواية محمد للروائي الأمريكي ديبك شبرا. وهناك ديوانان شعريان لهما أهمية خاصة بالنسبة لي، لأنهما ثمرة تجربة روحية وصوفية مررت بها في فترة من فترات حياتي. أولهما ديوان With the Beloved، وهو يتضمن 100 قصيدة وقصيدة في العشق الإلهي. والثاني ديوان The Chosen One، رباعيات In Honor of the Prophet، وهو يضم 100 رباعية ورباعية في مدح نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أختم محاضرتي
أريد أن أتحدث في عجالة عن الكتابة وعملي في التدريس في الجامعة. كان عملي بالتدريس في جامعات كوريا وأمريكا وماليزيا وبروناي، وشغلي لمنصب رئاسة قسم اللغة العربية في المعهد العالي للدراسات الإسلامية وعمادة كلية اللغة العربية بجامعة السلطان الشريف علي، أقول كان عملي في هذه الجامعات يتطلب مني القيام بمهام أكاديمية كثيرة صرفتني عن التفرغ للكتابة. كنت كما كان كاتبنا المصري العظيم نجيب محفوظ موظفا حكوميا في الصباح وكاتبا في المساء. وبالرغم من ذلك كله، فإن عملي كمحاضر في تلك الجامعات كان له بعض الإيجابيات، فقد مكنني من الرحلات حول العالم، مما ألهمني كتابة بعض أعمالي الإبداعية كديوان ليالي غرناطة، وسيرتي الذاتية رحلتي مع الشعر. كذلك مكنني عملي في الجامعات الأجنبية من ترجمة 9 دواوين شعرية أجنبية إلى اللغة العربية، منها ديوان زهور الأزاليا أو جاندرلي للشاعر الكوري كيم سوول، ديوان تنفيس أو مينيفستاسي للشاعر الماليزي كمالا رحمه الله، ديوان لمسة سلام أو دمي دلم سنتهان للشاعر البروناوي شكري زين، وديوان فماذا نعمل بعد يا أقوام الشرق للشاعر الإسلامي العلامة محمد إقبال. وتمكنت أثناء عملي في جامعات ماليزيا وسلطنة بروناي من إصدار ورئاسة تحرير 4 مجلات أكاديمية، وهي مجلة الدراسات العربية في ماليزيا، ومجلة الدراسات العربية العالمية، ومجلة دار الحكمة للترجمة، ومجلة المشكاة، والمجلات 3 الأخيرة كلها أصدرتها في سلطنة بروناي. وشيء آخر خرجت به من عملي في التدريس في الجامعات في هذه البلدان الأجنبية المختلفة هو تعرفي على كثير من مشاهير الشعراء والأدباء العالميين الذين أعتز بصداقتهم أيما اعتزاز. هذه خلاصة موجزة لتجربة الأدبية، ولعل سائلا يسأل هل أنا راض عن كل هذا الذي أنجزت من أعمال أدبية، أو هل هي تمثل كل ما أطمح إليه؟ بالطبع لا، إنني أطمح إلى إنجاز أعمال أخرى في دنيا الأدب. أريد أن أعود إلى الشعر العربي وأن أقرأه قراءة جديدة، وأن أنتخب منه بعض المختارات ثم أترجمها شعرا إلى اللغة الإنجليزية. أما أسمى ما أطمح إليه في مسيرتي الأدبية فهو أن يعينني المولى عز وجل على الانتهاء من ترجمتي لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. أتراني أتمكن من إنجاز هذا كله؟ آمل ذلك، والله المستعان، وأشكركم
على حسن استماعكم. الله أكبر ولله الحمد. أستاذنا الكريم معالي البروف الشاعر الأديب المصري النجيب القريب، في الحقيقة لا أدري بأي مشاعر أفصح والله، وبأيهما أفرح، وبأي تعليق أشرح. أخشى أن يصيب التعليق يعني بعد التلفيق وأن يخالف التوفيق. ما شاء الله، تطوافة عظيمة وكبيرة وجميلة، ليس في لغة واحدة بل في لغات متعددة. طوفت بنا في الحقيقة بين إنتاجك الأدبي، والذي أراه والله بلا أدنى مجاملة يستحق الدراسة والله، ويقدم كرسالة علمية ولا أظنها تقل عن الدكتوراه. فهذا في الحقيقة أصله بأنه إعجاز وإنجاز في هذه الفترة وتلك السفريات وتلك السفرات، فأعمال عظيمة شرقت فيها وغربت بين القصص والدواوين والشعر والنثر والروايات، يعني متعدد الإنتاج في الحقيقة. وكما وصفتك من البداية عندما كنت طالبا لك في عندك في برناي بأنك متعدد وغزير الإنتاج. فأنا في الحقيقة أريد أن أكثر من التعليق وأترك الفرصة، لأن معنا ما شاء الله أساتذة أفاضل وعلماء أماجد، فأترك لهم التعليق والمداخلات. عسى الله عز وجل أن ينفعنا بكم وبعلمكم أستاذنا الكريم. تفضل الإخوة، من يحب أن يسأل أو يعلق أو يضيف أو أن يتدخل، فأهلا وسهلا بكم جميعا، تفضلوا. بروف منجد ما زال معنا؟ إن شاء الله معكم. طيب الحمد لله. رأيت بروف ليح موجود وفوض لدي. أنا قلت أفشح المجال للشباب، نحن يعني دورنا نكاد ننحشر عن الحياة ونعطي الفرصة للشباب، لكن ما دام لم يتحدث أو لم يعلق أحد فممكن أنا بدقيقتين. حقيقة أولا أحيي الدكتور عارف كرخي ولي صلة حميمة به، وأؤكد يعني ما تحدث به من أهمية الكتاب في هذا اليوم. قرأت قبل قليل، أحد الإخوة اختار خبرا طريفا عن مؤرخ عراقي اسمه عباس العزاوي، فهو محامي كان مثل محمد عبد الله عينان المعروف بموسوعته عن الأندلس، وهلال ناجي أيضا كان محاميا، ولكنهم أعطوا الأدب واللغة يعني جانبا كبيرا من مؤلفاتهم. فهذا المحامي من الطريف الذي ذكر قال أنه كان يتقاضى بعض أجوره من الذين يقيم لهم الدعاوى بالكتب، يعني جزء من الماء. ما يقول إذا عندك كتاب إيه والله، لشدة عشقي. فأنا سبحان الله قلت أنا ذاك لم تكن معرفة إلا في الكتاب في زمن عباس العزاوي، أما اليوم فتعددت مسارات المعرفة. فقط لا بأس أن أداخل في أمرين يسيرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالشعر، حقيقة لم أتشرف يعني على أنه أهدى. أتذكر أنه دعي الدكتور عارف إلى الجامعة الإسلامية وأهدى كتبه، لكن سبحان الله المشاغل لم تعطيني الفرصة الكافية للتعرف عن كثب وعن قرب. هل كانت يعني الدواوين التي ساعدنا بسماع أسمائها، هل كان ينظم في الشعر ما يسمى الشعر الحر أم في الشعر؟ طبعا تسمية الشعر العمودي غير صحيحة، ممكن نسميه شعر الشطرين. نعم، ولا أخالو أن العروضة يخفى على فضيلة الدكتور، لكن لأنه دخل نوع جديد. أذكر أن الدكتور وليد قصاب استجاز سماه النثيرة أو ما يسمى الشعر المنثور. حقيقة أنا لا أرتاح لهذا النوع،
لأنه لا يلتزم بضوابط الوزن. إن كنا تجوزنا في القوافي، لأن المرشحات تنوعت فيها القوافي، ومن كتبوا في هذا الميدان استجازوا تعدد القوافي، لكن الوزن في تصوري المتواضع مهم. فليت فضيلة الدكتور يسمعنا شيئا من شعره الذي يعني درسنا على سماعه، وهو ذو ثقافة عريقة في الأدب يعني في هذا المجال. هذه النقطة الأولى. والثانية فيما يتعلق بالنشر، أنا الفقير إلى الله يعني على قلة بضاعتي، و عندي حاولت نشر لكن لم أوفق. السبب بكل بساطة أني لم أختر دور النشر التي توصل ما كتبته إلى، لا أقول إلى العالم، في الحد الأدنى إلى العالم العربي مثلاً. فوجدت يعني كثير من إخوتي وزملائي وطلابي في العراق يجهلون ما كتبته ونشرته حينما كنت في ماليزيا. السبب لأن التسويق كان بكل تواضع كان يعني ناقصا، يعني لم يوفقوا في نشر الكتاب. فنتمنى أن أو نلفت النظر إلى هذه النقطة. كل باحث يختار دار النشر الكفيلة بإيصال كتبه، وأعتذر عن الإطالة. ومرة ثانية شكرا للدكتور عارف كرخي بما قدم، وسلام عليكم. عليك صدقات. شكرا بروف مجد، حياكم الله. وحفاظا على الوقت، لعل هناك من الإخوة المتداخلين من يتشارك معك في نفس الأسئلة، فلعل نأخذ جميع المداخلات ثم نترك أستاذنا الكريم بروف عارف بالرد. الله يبارك فيكم. نأخذ بروف نزار من العراق، رفع يده، ثم بعده بروف ريح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور عارف لهذه الرحلة الرائعة في عالم الأدب والكتابة، وأنا سعيد جدا باللقاء الثاني بكم وبهذه الثلة الطيبة من الإخوان. لدي ثلاث مداخلات أود أن أختصر قدر الإمكان. النقطة الأولى، ما يجول في خاطري واهتمام بانعكاس لاهتماماتي، أود من دكتور عارف يعطينا رأي حول السير بأنواعها كشكل أدبي، وإلى مدى يشعر بأدبيتها إن جاز التعبير، وما على دراية باهتمامه بالأدبية أو شاعرية الكتابة الأدبية. والنقطة الثانية، تجربته الرائعة في الكتابة بلغتين بالشعر خاصة، وأعتقد كما تفضل في أحد الدواوين كتبه باللغة الإنجليزية ثم انتقل لكتابته باللغة العربية. والتجربة الأخرى إنه كتب شعرا أو نظم شعرا بالإنجليزية ثم ترجمه أو العكس إلى اللغة الأخرى. النقطة الثالثة هي إلى أي مدى شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أثرت في كتابتك أستاذي العزيز، وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة. بارك الله فيكم بروف نزار، مداخلات طيبة وأسئلة ماتعة في الحقيقة. إن شاء الله أنا دونتها، ولعلي أساعد بروف عارف لاحقا في تذكيري بها. أستاذنا الكريم بروف ريح استمرائي من العراق. أيوة. سيدي رئيس الجلسة، ويسعد مساكم جميعا أحبتي، والسلام مخصوص للأستاذ عارف حقيقة على هذه يعني كم رائع وجميل من النتاج الأدبي. تطرق لجزء من يعني أسئلتي للأستاذ الدكتور منجد، وتحياتي له أينما وجد. فقط أريد يعني أعلق على أمرين. الأول، أريد أن أعرف هل هذا الكم الرائع من النتاج الأدبي وجد حظوة من الدراسات، وكيف نحصل عليها؟ هذا أولا. المسألة الأخرى، على أي قومية يضع أستاذنا أستاذ الدكتور عارف أدبه؟ يعني على الأدب القومي العربي، الإنجليزي، قومية أخرى؟ وهذا حقيقة ضرورة للدراسات المقارنة وفق المدارس الحديثة، وشكرا لكم. الله عليك يا بروف ريح، شكرا الله لك، هكذا عيدناك حتى بالأدب.
أسئلتي متميز. حبيبنا دكتور سيد سالم الله يحفظك. بروف عارف كان عميد السابق في جامعة المدينة العربية، أتشرف فيه دائما. شكرا لك يا أخي الحبيب الدكتور سيد عزيز وغالي، تحياتي للأساتذة جميعا. الله يسعدكم بروف فليح، ربنا يحفظك ويبارك فيك، شكرا الله لكم. طيب أستاذنا الكريم الدكتور أستاذ الدكتور رجب إبراهيم رئيس قسم الأدب والنقد والبلاغة في جامعة يوني شمس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطر التحية للسادة العلماء وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور عارف الذي يعني أستقبل حديثي معه بقول عبد الرزاق عبد الواحد: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي، قدمت لأحرم في رحمتيك سلام لمثواك من محرمي. أستاذنا الدكتور عارف يعني حقيقة وحضرتك تتحدث يعني تنازعني سؤال، وهو العسر الذي تحدثتم عنه أثناء الكتابة بوصفك لست شاعرا واحدا بل شاعرين أو أديبا واحدا بل أديبين، يعني العسر الفني هذا حينما تكتب بالعربية والإنجليزية في معالجة القصيدة، معالجة القصة، معالجة الرواية، هل الدكتور عارف الذي يكتب بالعربية هو الدكتور عارف الذي يكتب بالإنجليزية؟ يعني هذا السؤال دار في خلدي وخاطري، وسمح على جرأتي بحديثي والسؤال الى حضرتك، يعني شكرا جزيلا يا استاذنا. شكرا جزيلا لكم الله يا استاذنا الكريم دكتور رجب، ما شاء الله سؤال في العمق. وخرج من فم شاعر يعني، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم استاذنا. شكرا استاذنا. استاذنا الكريم الدكتور وان روسلي، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا رئيس الجلسه، شكرا جزيلا المحترم البروفيسور دكتور عارف كرخي. أنا قرأت كثيرا من كتبه لكن لم ألتقي بصاحب الكتب إلا اليوم. شكرا جزيلا يا بروفيسور عارف كرخي، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة الطيبة. وأنا من ماليزيا من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، كنتم في رحابها قبل 3 عقود من الزمن، لا أدري من زمن بعيد، وقد قرأت في ذلك الحين كتابا لكم في تعليم اللغة العربية، وذكرتم فيما أذكر أن المواد الأدبية غير محبوبة لدى كثيرين من الناطقين بالعربية، ولم أذكر اسم الكتاب لكن ذكرتم، أذكر هذه المعلومات، لكن أريد أن أعرف يعني إذا كانت هذه يعني المواد العربية غير مرغوبة لدى الناطقين بغير العربية، هل هناك طرق أو لعلاج هذه المشكلة، أو هناك يعني الاستراتيجيات أو الأساليب معينة في تعليم الأدب، وماذا ينقص القائمون بتعليم الأدب العربي لغير الناطقين بها، يعني لتحبيب هذه المواد إلى قلوب الناطقين بغير العربية خصوصا في الشعر، لأنهم يكرهون الشعر كما ذكرتم في كتابكم ذلك يعني. نعم، هذا الأول. والثاني يعني حسب علمي أن اللغة العربية طبعا لغة كتبت لها البقاء والخلود إلى ما شاء الله، هذا بفضل القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو أسمى أمنيتي أن أكتب باللغة العربية شعرا ونصبا، ولكن حتى الآن بعد أن قرأت من اللغة العربية وتعلمت اللغة العربية وقرأت لأدبائها قديما وحديثا، حتى الآن لم أتمكن من كتابة بيت شعر صحيح موزون على أي بحر من العروض الشعر. ما أنني كتبت، أنا الحمد لله كتبت كتابا في العروض والقافية، لكنني لم أتمكن من نظم بيت شعر صحيح. أنا لا أدري ما هو المشكلة، لقد أمطيت من عمري سطره لأجل هذه الممارسة ولكن لم أتمكن ولا أدري. وأنا أتعجب وأستغرب كيف يستطيع دكتور عارف كرخي أن يكتب بالإنجليزية ويصدر الدواوين شعر بالإنجليزية، وأنا حتى الآن أقترب من 50 عمري لم أتمكن من نظم بيت الشعر باللغة العربية. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الله دكتور رسلي، شكرا الله لك، ما شاء الله
مداخلة طيبة وفكاهية ومرحة كما عهدناك دائما. طيب طيب جزاك الله خير، وهو هذا فضل الله يعطيه من يشاء. طيب أستاذنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الكريم الفاضل المفضل شمس الدين درمش، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا أحيي أستاذنا الكريم المحاضر على هذا الثراء والغنى الأدبي والعلمي الذي أمتعنا به، وأنا محظوظ اليوم أني سمعت بهذه الكتابات. تعلمون أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء، وهذه فرصة ثمينة في الحقيقة. وكان أيضا قراءته أو محاضرته بلغة سليمة، هذا يسر النفس، ومثله يفعل هذا، فهو متمكن من اللغات العربية واللغات الإنجليزية. أولا خطر لي عندما تحدث الدكتور الأستاذ الفاضل عمن كتب بلغتين، فخطر لي أن محمد إقبال وهو أديب الإسلام والشرق الإسلامي والأديب العالمي المعروف كتب باللغة الأردية واللغة الفارسية، ولا أدري إن كتب باللغة العربية، أظن أنه لم يكتب باللغة العربية، ولكنه كان يسعى لذلك. الشيخ شيخنا الكبير مولانا الشيخ أبو الحسن ندوي أيضا كتب باللغة الأردية وكتب باللغة الإنجليزية وكتب باللغة العربية، له كتب كثيرة، و كان طبعا كتبه تترجم إلى العربية بهذا الصدد. نعم. وأيضا أرجح أن كثيرين من علماء الهند الكبار في القرن الماضي الذين حفظوا علوم الحديث وغير ذلك أنهم كتبوا باللغة العربية إلى جانب ربما اللغة الأردية بالتأكيد. يعني هذه نقطة. الشيء الآخر الذي لفت انتباهي عندما قال أنه لما كتب باللغة الإنجليزية تسربت ثقافته العربية إلى اللغة إلى لغته في كتاباتها الإنجليزية. أستاذنا الكريم، الإنسان يكتب بلغة أخرى ولكنه لا يستطيع التخلص من ثقافته، لابد أن ثقافتك ستظهر باللغة الأخرى، وإذا لم تظهر أو إذا لم يظهر، لا أقول بالخطاب، سأقول بجملة الغائب بأسلوب الغائب، إذا لم يظهر ثقافة الكاتب باللغة الأخرى التي يكتب بها فإنه يكون قد فقد شخصيته الأساسية في هذا. فلا بد أن تظهر ثقافة الكاتب عندما يكتب بلغات مختلفة، لأن الثقافة الفكرة التي يختزنها الإنسان داخل نفسه هذه ستظهر بأي لغة كتبت، فهو لا يستطيع التخلص منها إلا إذا قصد التخلص، مع ذلك سيبقى هذا. فأنا أبارك له هذه الجهود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا وأن يجعله في ميزان حسناته. وأشكر لكم على تنظيم مثل هذه اللقاءات الممتعة، يقولون الماتعة والممتعة، الممتع صحيح، بعض الأخوة يتجنب عبارة أو لفظ الممتع. الممتع كلمة صحيحة، والابن عصفور الأشبيلي كتاب في الصرف اسمه الممتع في التصريف، قرره علينا الدكتور فخر الدين قباوة في جامعة حلب قسم اللغة العربية كلية الآداب. فكلمة الممتع استعمال صحيح لا غبار عليه، لأنه من مزيد الثلاثي متع أمتع. وبارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثتكم من الرياض المملكة العربية السعودية رابطة الأدب الإسلامي العالمية. عليكم السلام وبركاته أستاذنا الكريم، شكر الله لك هذه المداخلة الممتعة وتلك الإضافة الضافية. ربنا يبارك عمرك ونوات إلى سيدنا العلامة محمد إقبال وأبو الحسن الندوي، هذا إضافة في الحقيقة جيدة جدا، ربنا يحفظكم. إذا نكتفي بهذا القدر لأنه امتلأ عندنا القدر في الحقيقة من الأسئلة والمداخلات. وأسأل الله أن يكرم ويبارك في أستاذنا الكريم بروف عادل، أن بروف عارف أن يعني إن شاء الله يعني نجد الوقت للرد عليها جميعا. أستاذنا الكريم بروف عادل عارف، هل لا أدري هل تذكرتم المداخلة الأولى لأستاذنا الكريم بروف منجد؟ والله يعني الحقيقة
أنا سعيد جدا بهذه المداخلات القيمة والتي أفدت منها كثيرا في الحقيقة، ولكن يعني لو تكرمت تذكرني هذه الأسئلة حتى أرد عليها إن شاء الله. لم تخلني الذاكرة ولم يخلني القلم، سأذكرك إن شاء الله. بروف منجد قدس الله سره سأل عن شعركم هذه الدواوين الكثيرة كتبتم فيها بالشعر الحر، فهل انتظمت عندكم القوافي؟ وهو له تحفظ على الشعر الحر على كل حال، فهل استطعتم أن تضبطوا القوافي والأوزان الشعرية في هذه الأشعار؟ وكم ديوان عندكم في هذا يعني؟ ثم كيف استطعت أن تصل هذه دور النشر؟ لأنه من سوء الحظ يعني أو سوء الطالع أنه لم يتمكن من وصول هذه دور النشر المشهورة العالمية التي استطعت من خلالها أن تنشر شعرك وإنتاجك العلم الغزير هذا ما شاء الله، ووصل إلى العالمية. أما نحن في ماليزيا فقد يعني غبنا حسب قوله يعني. تفضل أستاذ. طيب في الحقيقة يعني أنا أفردت للحديث عن الشعر كتابي رحلتي مع الشعر، وفي القسم الثالث تحدثت عن أشعاري وتحدثت عن كل الدواوين واحدا واحدا. وفي الحقيقة رحلتي مع الشعر طويلة، وبدأت بالشعر العمودي أو بالشعر الشعر الأصيل، شعر المعلقات. وأنا رسالتي في الدكتوراه كانت عن ديوان المتنبي، فيعني فبدأت في الديوان الأول قصائد حب، بدأت بالشعر العمودي، وهذا طبيعي حتى الشعراء الذين بدأوا الشعر الحر أو شعر التفعيلة في العراق يعني بدأوا بالشعر التفعيلة، وكذلك نزار وصلاح عبد الصبور، كل الشعراء بدأوا بالشعر القديم أو الشعر التقليدي بالأوزان الخليلية. وأنا ديواني الأول قصائد حب كان في الشعر التقليدي يعني، لكن طبعا بكثرة القراءات والاطلاع على الأشعار العالمية يعني وجدت أنه كثير من الشعوب عندها شعر أيضا، يعني الكوريين والأسباب كثير، فوجدت أيضا أنه طبعا وبحكم الاستماع إلى الأشعار العالمية في الاحتفالات الشعرية في قارات مختلفة يعني، ورأيت أن أكتب في أنواع أخرى من الشعر. يعني حتى نحن العرب لم نكتفي فقط بالشعر العمودي، بل هناك طبعا الموشحات، وهناك المثنوي الذي أخذه الفرس، وكثير. أنا يعني كتبت في أنواع كثيرة يعني، حتى ديواني لي ديوان The Flute and Other Prose Poems كله في الشعر المنصور، ثم في ديوان Divine Lake البحيرة الإلهية كتبت بالشعر الهايكو الياباني. فأنا كتبت في أنماط كثيرة من الشعر، حتى ديواني الأخير Poems of the Wandering Poet أنا كتبت هذا الديوان، كتبت ضممت أو ضمنت هذا الديوان
80 قصيدة باللغة الإنجليزية، كنت كتبتها في الأصل باللغة العربية، والديوان هو كتاب رحلات، ولكن وصفت رحلاتي في العالم بالشعر المنثور أو النثر المشهور لأنه أسهل في القراءة. أنا من الذين يؤمنون أن الشعر ليس وزنا وقافية فقط، وإنما هو أنواع مختلفة، والشعر هو روح الشعر، روح الشعر. حتى الشعر المنثور فيه موسيقى وفيه إيقاع، وشعر التفعيل أيضا يلتزم بالأوزان العربية، البحور واحدة التفعيلة زي مثلا الرجز وغيرها، وحتى يعني من هذا الشعر أيضا لا يخفي القوافي، بل تكون القوافي موجودة ولكن يعني بشكل قليل. نعم يعني سمي. يعني هذا يعني مثلا هذه مثلا قصيدة بالشعر التقليدي في ديوان قصائد حب اسمها لا تنكري. أحببتني يا مهجتي، أحببتني لا تنكري، لا تزعمي أن الهوى لك لم يجل في خاطري، أو أن قلبك قد خلى من حب صب شاعري. افش الهوى لا تخجلي، فالحب ليس بمنكري، ما الحب عيب بل هو إحساس قلب طاهر. أولم تصرح عزة بودادها لكثيري، أولم تبث بثينة لجميلها بالمضمر. لا تخفي حبا قد بدا، ألحاظنا لم تستري، افش الهوى فأريجه سيزيع إن لم تنشري. يعني هذا يعني لكن طبعا شعري في الشعر التفعيلة سأقرأ لو سمحتم لي، سأقرأ قصيدة أنا كتبتها لأمي، لذلك هذه القصيدة عزيزة علي، كتبتها منذ زمن بعيد، وكتبتها في كوالالمبور الحقيقة في 26/2 سنة 84. أقول فيها: أحلام ربيعية، صباح الخير يا حبي ويا أملي ويا عمري، وأحلام الربيعية ترى ما زلت تنتظرين عودة سندباد غاب في جزر ضبابية، فمعذرة إذا طال انتظارك لي، فإني قد وعدتك أن أعود إذا انقضى عام، ولكن مر لي الآن أعوام وأعوام، وما زلت أنا في البعد في الترحال، تدفع مركبي الأمواج من شط إلى شط، وعلك أنت تنتظرين عصفورا لك قد طار في نزق، فمعذرة أنا لازلت أذكرك وسوف أظل أذكرك، وأذكر أرض أجدادي وأحبابي وماضي عمري الأخضر وأحلامي الربيعية. سأرجع طائرا يوما لحضن
ظامئ حال وألثم شعرك الليلي أهتف في هوى أبدي في فرح وفي نشوة صباح الخير يا حبي ويا أملي ويا عمري وأحلامي الربيعية. لا فضة فيك أستاذنا الكريم بروف. عارف ما شاء الله هو في الحقيقة الوقت يهاجمنا والآن المفروض أن الآن انتهى الوقت إلا أنه يعني مشكورا مأجورا ممكن حضرتك ترد على جميع أسئلة بإجابات مقتضبة ولعله إن شاء الله ننظم لكم لقاء آخر لرد فقط على هذه المداخلات. الله يحفظكم أستاذنا. أستاذنا الكريم بروف نزار قد سأل عن رأيكم في أدبية السير الذاتية وأردف سؤالا آخر بأنه هل إلى أي مدى تأثرتم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرت فيكم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مدحياتكم له؟ الحين يعني مختصرا بالله لأنه المفروض ننتهي الآن أصلا. نعم في الحقيقة يعني السيرة عمل أدبي و يعني هناك كتب كثيرة كتبت عن السيرة باللغة الإنجليزية وبالعربية أيضا وهي في الحقيقة تختلط بالرواية فنحن نذكر مثلا الأيام لطه حسين فبعض النقاد يسمونها سيرة وبعضهم يسميها رواية. بالنسبة لشخصية النبي الحقيقة يعني أنا أشرف بأني من بيت النبوة والرسول عليه الصلاة والسلام أثر فيها كثيرا وكان من حسن حظي أني كتبت رواية هكذا تكلم النبي فأفادتني كثيرا بقراءات كثيرة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السيرة وفي التاريخ. وحقيقة أنا يعني كتبت أيضا كتابا باللغة الإنجليزية اسمه Pillar of Musk Wise Sayings of the Prophet Muhammad يعني حامل المسك الحكم حكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضمنت هذا الكتاب 100 وحكمة وحكمة يعني حاولت فيها أن يكون الكتاب مثل سيلف هيلب بوك من الكتب التي تساعد القارئ على أنه يسترشد بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في تنمية شخصيته وفي معاملاته مع الآخرين وفي علاقته بربه. بارك الله فيكم سيدنا الكريم. مداخلة سيدنا الكريم بروف ليح هي كانت هل هذا الكم الضخم من الإنتاج العلمي أو الشعري أو الأدبي والإبداعي هل حظي بدراسة أم لا؟ وهو يسأل سؤال آخر يعني أنتم شعركم على أي قومية ينتمي إن شئنا أن نصفه أو نصنفه يعني؟ هو بإجابة سريعة طبعا يعني بعضهم يعني درس هذا بعض هذا الإنتاج على إنه من الأدب الإنجليزي واهتموا به كثيرا في كينيا واهتموا به أيضا في كندا واهتموا به أيضا في فرنسا وخاصة بشعر الصوفي يعني هذا في بروناي أعدت بعض البحوث التخرج عن بعض دواوين الشعرية يعني وفي كتاب لي في الترجمة اللي هو تنفيس كان موضع دراسة رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية
يعني هذا يعني ما أعرفه، و يعني لكن اللغة العربية يعني كان من حسن حظي أيضا أنه ترجموا لي في المملكة العربية السعودية ديوانين، الديوان الأول من الإنجليزية إلى العربية رباعيات عارف خضيري، والديوان الثاني من العربية إلى الإنجليزية وهو فلامنكو. نعم أستاذ، إذا أردنا تصنيف شعركم هل تحت أي بند يدخل؟ أي قومية، عربية إنجليزية أو هو طبعا يعني الدواوين العربية تدخل في الأدب العربي طبعا، والأعمال الإنجليزية، وأنا يعني فوجئت إنه في كينيا اللي هو منظمة الأدب الأفريقي رشحوني لجائزة نوبل على أعمال الإنجليزية، هذا طبعا لأنهم لا يقرؤون العربية، يعني في حين يعني إنه أنا في الحقيقة حتى كتب الإنجليزية متأثرة بالتراث العربي، يعني شهرزاد مثلا، رواية شهرزاد، رحلة السندباد الثامنة، قصص من كله يعتمد أو من ألف ليلة، من ألف ليلة وليلة، يعني ألف ليلة وليلة والقرآن الكريم، يعني والأدب المصري القديم، كل هذه مناهل يعني استفدت منها في كتاباتي الإنجليزية. بارك الله فيك. مدخلة أستاذنا الكريم الدكتور رجب يسأل مع العسر الشديد أثناء الكتابة لأنك تكتب لغتين، هل هو عارف الكرخي أبو خضيري عندما يكتب العربية، هل هو عندما يكتب الإنجليزية، أم هناك فرق في الشخصيتين؟ والله يعني عارف خضيري هو عارف خضيري يعني وكما قال أستاذنا يعني إنه لا يستطيع الإنسان أن يفر من 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 ثقافته العربية، يعني حتى بعض النقاد كتب مقالات وقال عارف خضيري شاعر الليالي والموسيقى العربية، فهم أحسوا أنه في شعر الإنجليزي أنا أدخل الموسيقى العربية لأنه يختلف عن الموسيقى أو الأوزان الإنجليزي. نعم. يعني النهر واحد والمنبع هو المختلف يا دكتور رجب. ولكن في الحقيقة أنا نفسي عندما أعود إلى قراءة قصيدة كتبتها بالإنجليزية منذ فترة أدهش، هل أنا كتبت هذا؟ كيف كتبت هذا؟ يعني وأحياناً إذا دعيت إلى مهرجان شعري ويطلبون مني أن أترجم القصيدة من العربية إلى الإنجليزية لهم، فأنا أجد إنه الترجمة ليست كالأصل، كأنه قصيدة جديدة، وهذا ما لمسته أيضاً ولمسه النقاد عندما ترجمت تريز ليفز إلى اللغة العربية أوراق الشجر، فقالوا هذا ليس ترجمة وإنما هذا إبداع جديد. بارك الله فيكم. سؤال لأخينا الكريم معالي الدكتور روان روزلي، هو سؤال في الحقيقة يعني هو قدم لنا الداء لتشخص له الدواء، يعني لمس مشكلتين وينتظر منكم العلاج تخفيفا للأوضاع ومنعا للأوجاع. فهو سأل هنا في أن هناك المواد الأدبية غير محببة أبدا إلى ذكر إلى العرب وخاصة إلى غير العرب خاصة الشعر، فهذه المشكلة، فهل هناك استراتيجيات أو أساليب أو وسائل لتخفيف هذا الأمر؟ ثانيا سأل أنه حتى الآن لم ينظم بيتا واحدا عربيا صحيحا رغم ارتباطه بالأدب والشعر قراءة ومنذ سنين عددة، ولكن حتى الآن لم يقوى على نظم بيت شعر واحد، وهذه في الحقيقة صراحة مطلقة أحييها عليها في الحقيقة.
تفضل استاذ. هل هناك سر في هذا؟ وانتم ما شاء الله مقارنه انتاج غزير ووفير. نعم. هو يعني الان الشعر يعني ليس له اقبال، شعرنا العربي او اي شعر اخر ليس هناك اقبال من القراء، يعني القراء يقبلون على الروايه اكثر من الشعر. ولكن انا في كتابي هذا قلت انه لا، نحن نحتاج الى الشعر، الشعر لن يموت، الشعر سيظل، لانه نحن نحتاج حتى في هذه الاونه نحتاج الى الشعر، لانه يهذب المشاعر ويساعدنا في هذه الازمات التي نمر بها. يعني وانا كتبت قلت ان طريقه تدريس الادب ليست صحيحة، إنه نحن عندما ندرس الأدب نختار الاختيار، لابد أن نختار نماذج خفيفة أو جيدة أو قريبة من الطلاب، يعني لا يعني لا نختار لهم المعلقات، وإنما نختار لهم قصائد مثلاً خفيفة يعني قريبة إليهم. وأيضا كنت في كوريا أختار لهم قصص تشبه القصص الكورية، يعني من كليلة ودمنة مثلا، أو حتى تكون قريبة إلى ثقافتهم. يعني نحن عندما ندرس الأدب لابد أن نقدم نماذج قريبة من الطلاب، حتى قريبة من إنتاجهم الأدبي، يعني حتى يقبلوا عليه. يعني وأيضا الأستاذ لا يقف فقط على أنه يشرح القصيدة، وإنما هو لابد أن يعلم الطلاب كيف يقرؤون القصيدة مثلا أو العمل، كيف يقرؤونه، كيف يتذوقونه، لأنه تدريس الأدب هو تنمية للذوق الأدبي، ثم يساعدهم يعني على الاستجابة لهذه الأعمال الأدبية، ويعلمهم كيف يحكموا عليها، وأيضا يشجعهم على أن ينقلوها إلى لغاتهم. يعني هذا يكون مكسب لهم ولنا، يعني للثقافتين. وأنا يعني أقول إنه هناك طريقة لتدريس الأدب، وهذه الطريقة حديثة تعتمد على تعليم التذوق أو التذوق العمل الأدبي، وإنه هذه الطريقة تعتمد على أربعة علوم: علم اللغة وعلم التاريخ والنقد الأدبي والأدب المقارن. لابد أن نهتم بالأدب المقارن، نختار للطلاب نماذج شعرية قريبة من أدابهم حتى يقبلوا عليه. أحسنتم أستاذ الكريم، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. ولعلي أذكر موقفا حدث معي هنا في أحد المحاضرات، وأنا أعلم الطلاب الفنون يعني جمليات النثر من السجع والجناس، كنت أختارهم كلمات من بيئتهم. فمثلا أستاذ الكريم الدكتور وان كتشاو، كتشاو هذه معناها يعني إزعاج، وفي نفس الوقت معناها يقلب السكر، فكنت أنظمها في كلام من هكذا أو في حكمة: سبلوم كتشاو سايا مستي كتشاو قولا، سبلوم كتشاو سايا مستي كتشاو قولا، هكذا. نعم. ونيلاي عندهم معناها الرصيد، ونيلاي كذلك منطقة، فكنت أقول لهم سبلوم برجي نيلاي مستي تنبه نيلاي، هكذا. في يعني أسلوب طريف كما أمرت أستاذنا، وجهت الآن لقضية المقارنة بين اللغتين، فهذا أقرب إليهم للكسب والاكتساب وتنشيط. ربنا يحفظك مستر الكريم برف عارف، وبهذه المدخلة اللطيفة من الدكتور وان رسلي. لكن هل من حل سحري له في أن يستطيع أن يكتب بعيدا؟ هو الدكتور الحقيقة يعني ما زال شابا، يعني فالوقت أمامك إن شاء الله. حقيقة إنه الإبداع هذا موهبة، هبة فيض،
يأتي من علن من الله سبحانه وتعالى. فقط يعني نبدأ ونقول بسم الله ونستعين بالله والله يعني يساعدنا. وأنا أقول دائما في قصيدة قلت لي قلت فيها Do you think I write what write? No, beloved, you write it. إنه أنا لا أو لم أكتب هذه القصيدة، أنت كتبتها. وأنا طبعا أخاطب المولى عز وجل إنه هذه نعمة يعني، ولابد من إنه نغذيها بالقراءات. وحتى الشعراء العرب مثل أبو نواس وكانوا يحفظون الأشعار ثم يقلدون المعارضات الشعرية كثيرة. هذا يعني سيعين على الكتابة بالشعر أو بالنثر. أحسنتم أستاذنا، وللعلم والإحاطة وأقولها بكل بساطة وعلى بلاطة، أستاذنا الكريم دكتور رسلي من أمهر من رأيت من غير العرب بالعربية، ومن أصح الألسنة، والله لا أجد عنده لحنا في الكلام، وعنده تذوق رهيب للشعر، وعندما يكتب بالدم العربي في الحقيقة، عندما أقرأه وتابعه على عندما يتفيس وفي أماكن أخرى ما شاء الله عليه، ولكن هذا الأمر بسيط جدا إن شاء الله. فهو الأمر هذه فعلا يعني استعصى عليه الشعر، لأنه ربما هو أعلى من الشعر. إن شاء الله يبحث عن الفن الآخر يطوله بإذن الله تعالى. أستاذنا الكريم بروف عارف كرخي، في الحقيقة والله لا أملك لكم، لا أجد عبراتي للثناء وللشكر الجزيل على ما قدمتم والله، وأعطيتمونا من وقتكم الثمين، وهذه الخبرة النافعة الماتعة الشائقة الرائقة الرائعة الماتعة في الحقيقة لي أنا شخصيا وللإخوة الذين معنا اليوم. فكلنا استفدنا وأمتعتنا والله بهذه الدقائق التي اختصرت فيها سيرتكم الذاتية، وأعلم أن الوقت لا يكفي، لكن طفت فيها ونظمتها وقسمتها وهذبتها وشددتها وعرضتها بشكل جدا جميل. شكر الله لكم أستاذنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم ويرفع لكم القدر ويمن لكم القدر ويكتب لكم الأجر، يعني هذا ما نملكه لكم. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لشعرك ولأدبك ذيوعا وانتشارا، وإن شاء الله أنا شخصيا لعلي أرشح هذا الإنتاج أو بعضه إن شاء الله لأحد طلابي. هنا سألني قبل أمس عن شيء عن هذا، لكن إن شاء الله تعالى لعلي أتصل بكم مستقبلا إن شاء الله. هل من كلمة أخيرة لكم أستاذنا أو من أحد يريد أن يختم هذا اللقاء وتلك الأمسية الرائعة؟ دكتور رسلي معنا ولا؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا يا بروف، هذه محاضرة قيمة جدا وكنا ننتظرها منذ زمن بعيد، ولله الحمد ولله الحمد التقينا وجها بوجه الحمد لله. وأشكركم كثيرا على هذه المحاضرة القيمة، وكان سؤالي والحمد لله يعني قد شفيت غليلي والحمد لله بإجابتكم الحمد لله، وكنت على وشك اليأس من نظم بيت، وحتى أنني عندما قرأت ياسين قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وأنا من هؤلاء الناس الذين بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا براف على هذه المحاضرة القيمة، وسلامي من آدم نيابة عن رابطة الأدب الإسلامي في ماليزيا، نيابة عن رئيسنا دكتور عبد الرحمن الشيك، ويسلم عليكم كثيرا، فهو معذور هذه الليلة لأنه لم يتمكن من الحضور، لم يتمكن من الحضور. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة القيمة، شكرا جزيلا يا براف. حياكم الله بروف نورس، الشكر لكم أستاذنا الكريم علي بروف منجد نائب رئيس الرابطة. هل من كلمة نختم بها اللقاء؟ جزاكم الله خير. شكرا، لكن أصحح، لم أعد نائبا لأني تركت ماليزيا، ولكن حسن الختام هو يكون بالدعاء، فأقول اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين، اللهم آمين. ونشكركم على جهودكم، ونتمنى أن تمتد هذه شجرة الأدب الإسلامي العالمية بأغصانها الوارفة، وتستمر في هذه الندوات الشهرية الممتعة والماتعة.
والسلام عليكم. عليك السلام وبركاته، ربنا يبارك في عمرك أستاذنا الكريم. تم اللقاء وربنا محمود ولا العلا والكرم والجود، والصلاة والسلام على الحبيب محمد ما لاح فجر وأورق عود. وشكر الله لكم على حضوركم، وحتى لكم مني كل المنى، وإن شاء الله وحتى اللقاء بكم في أمسية جديدة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا وعليكم السلام. شكرا، بارك الله فيكم.